نختزلوها. وين البترول؟ عقود النفط، بعثته شركة توتال أعطاها عقود نفسه، فمشكون قال لي صححت عليهم نص الليل آخر نهار باش تخرج. وأكثر منك المتعارف عليه عنا الكيوسك هذيك نتاع طريق المرسى نتاعي، هذا يظهر لي شيء متعارف عليه. سيدي أنا ساعة عمري ما خدمت في البترول، أنا مشيت استاجير، كنت في تونس مشيت استاجير، الحمد لله أتقنت خدمتي، دخلت الميدان صناعة الطيران. أول شهادة خذيتها مهنية خذيتها لأني ساهمت في إنجاز التصميم تاع أريان 5، الصاروخ هذاك اللي هز لي ساتيليت. وقت اللي قبل ما نجي لتونس كنت مسؤول على مجموعة من شركات موجودة ما بين أوروبا وأمريكا وآسيا في صناعة الطيران. تحكي لي على 350، على 380، على دريم لاينر، فما خدمتش قطعا في البترول، ونخدم في شركه اسمها يوتشينسون اللي فيها 28,000 واحد. هما شربتوا شركه لاكسيونير نتاعها توتال، دونك بترول واحد وكل شيء نربطوه. التوتال نحكيو على التوتال، توتال ما عندها حتى عقد لا قبل ولا بعد، لا نتاع بحث ولا نتاع استكشاف ولا نتاع واحد. اش تحبني بالله؟ تحبني في عود قاعد مركز ونبنيه في مركز التفكير ونحضروا المستقبل ونخدم على روحي مثلها بعائلتي، نقعد ندور من بلاتو لبلاتو ندور عليهم، هاو يطلع لك بحكايه من غدوه يطلع لك بحكايه اخرى. لا، احسن رد اللي عنده حاجه يتفاضل بها.